حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. الحوثيون يهجرون أهالي الحديدة ويحولون منازلهم إلى مواقع عسكرية. قرارات صعودية تجبر مغتربين يمنيين على العودة إلى المجهول. جيل كامل من أطفال اليمن يواجه خطر القتل. ومن العرب الجديد، الدمار يلهو خلف أبواب المدن وآثار اليمن. أهلا بكم، والبداية من موقع الحرف 28 والذي يتابع مجريات معركة الحديدة وعنوان الموقع: الحوثيون يهجرون أهالي الحديدة ويحولون منازلهم إلى مواقع عسكرية. وقال الموقع إن ميليشيات الحوثي أقدمت على تهجير أهالي محافظة الحديدة وتحويل منازل المواطنين إلى سكنات عسكرية. وأفادت مصادر محلية للحرف 28 أن ميليشيات الحوثي هجرت سكان قرية علي سليمان الريفية الواقعة شرق منطقة كيلو 16 التابعة لمديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة تحت تهديد السلاح. وأوضحت المصادر أن ميليشيات الحوثي طردت الأهالي من منازلهم لتستخدمها كمواقع عسكرية في معاركها مع القوات الحكومية المدعومة من التحالف العربي. وذكرت المصادر أن ميليشيات الحوثي اقتحمت مبنى دار المعالي للأيتام بمديرية المراوعة الخميس الفائت تحت تهديد السلاح وحولته إلى مخزن للأسلحة الثقيلة. تواصل ميليشيات الحوثي ممارسة الانتهاكات في كل مكان تتواجد فيه. وعنوان موقع الصحوة نت: الحوثيون قتلوا 4 معلمين تحت التعذيب واختطفوا وشردوا المئات. حيث قالت نقابة المعلمين في الحديدة إن ميليشيا الحوثي قتلت 4 معلمين تحت التعذيب واختطفت العشرات منهم وشردت المئات. وأدانت نقابة المعلمين بمحافظة الحديدة جرائم القتل والتعذيب والتشريد التي طالت آلاف المعلمين والتربويين منذ سيطرتها على المحافظة. وقال نقيب المعلمين في الحديدة طارق سرور إن ميليشيا الحوثي منذ الانقلاب الأسود أعدمت 4 معلمين، آخرهم محمد أحمد هبيت بمديرية حيس، أعدمته وهو متجه إلى مدرسته على متن دراجته النارية. الكاتب والصحفي العربي خيري منصور غادر اليوم الحياة بعد أن قال أهم ما لديه، حيث كان واحدا من أبرز من يكتبون الأعمدة الصحفية، ودوما كانت مقالاته تتصدر برنامجنا. وقد كتب ياسر عامر مقالا عنه تنشره بلقيس. وقال الكاتب: وأخيرا توفي خيري منصور بعد رحلة طويلة من الكفاح وسبعة عقود ونيف من الحنين والشجن. كان نتاج منصور الفكري والثقافي والأدبي أحد خيوط النور في عصر اختلطت فيه المفاهيم وتشابكت فيه القضايا وأصبح الحليم فيها حيراناً. تنقل منصور من الضفة الغربية إلى القاهرة ومنها إلى الضفة مرة أخرى ليغادرها مجبراً إلى الكويت في ستينيات القرن الماضي، ومنها إلى بغداد ثم الأردن ليعكس بمحطاته القصرية حالة الشتات العربي التي تمنح الإنسان حياة مجزأة وبالتقسيط القاتل. انبرأ منصور للدفاع عن القضية الفلسطينية وسخر لها عدة دواوين، مستشعرا حجم الظلم الذي لم يكتفي بمصادرة أرضه بل بنفيه عنها والحيلولة دون العودة لمسقط رأسه ومهوى فؤاده. كان منصور حالة فكرية وأدبية فريدة، حيث استطاع أن يقدم أفكاراً ويتبنى وجهات نظر تصطدم إلى حد كبير بالصحف التي كان ينشر من خلالها، ذلك لأنه نجح في إقناع الجميع بأن قلمه لا يعمل لحساب أحد. لطالما نشرت بلقيس مقالاته التي تناولت قضايا الفكر والأدب والسياسة وقدمت أفكاره ورؤاه للمشاهد العربي عبر برنامجها اليومي كشك الصحافة. قلت مرة لصديق الصحفي صقر الصنيدي الذي يعد برنامج كشك الصحافة بمعية الصحفية وئام الأكحلي، والذي عادة ما كان ينتقيان مقالات منصور من بين عشرات المقالات، إن كتاباته تحمل دائما أفكارا جديدة، فإزاء عشرات المقالات طويلة المبنى فارغة المعنى
نجد مقالات منصور هي الأغزر فكراً والأشد أثراً على وعي القارئ والمتلقي. يخسر العرب برحيل الكتاب والمفكرين الذين يعملون لأوطانهم، وتتضاعف خسارتهم عندما يكون البديل أقلاماً مأجورة وعقولاً تم اقتطاعها وتجييرها لصالح أنظمة سياسية معينة. يودع العرب اليوم كاتباً كبيراً وقلماً سيالاً ليكون بنفسه هو المقال، بعد أن سطر آلاف المقالات وقدم لنا مئات الأفكار الصالحة للتطبيق. حذرت منظمة العفو الدولية من أن عدداً من اليمنيين ينتمون إلى الطائفة البهائية قد تصدر بحقهم أحكام بالإعدام في صنعاء الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين، وذلك على خلفية انتمائهم الديني. وعنونت صحيفة الأيام 24 يمنياً من الديانة البهائية يواجهون خطر الإعدام في صنعاء. وذكرت المنظمة في بيان أن البهائيين وبينهم 8 نساء وفتاة قد يدانون في محكمة بالتجسس لصالح دولة أجنبية، لكن المنظمة الحقوقية شددت على أن السبب الحقيقي لاحتمال إدانة هؤلاء بالتجسس والحكم عليهم بالإعدام يعود إلى كونهم من أتباع ديانة البهائية. وقالت مديرة قسم الأبحاث التابع للمنظمة في منطقة الشرق الأوسط لين معلوف: هذه اتهامات ملفقة وإجراءات غير عادلة لمحاكمة أتباع الطائفة البهائية على خلفية ديانتهم. أدعت معلوف إلى إطلاق سراحهم فورا، مطالبة المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران بوضع حد لتحكمهم بالنظام القضائي. وبعد توطين عدد من منافذ البيع في السعودية، غادر العشريني اليمني صلاح القادري أراضي المملكة نهائياً، إذ لم يعد أمامه متسع للعمل في أحد محلات بيع الملابس بمدينة جدة، ويعنون موقع المشاهد نت: قرارات سعودية تجبر مغتربين يمنيين على العودة إلى المجهول. يقول القادري للمشاهد: السعودية سعت إلى التضييق على المغتربين العاملين في قطاعات عدة، والمغتربون اليمنيون هم الأكثر تأثرا بقراراتها في ظل الحرب التي تشنها على بلدهم. وقررت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية قصر العمل في 12 نشاطا اقتصاديا على السعوديين من الجنسين، ومن هذه الأنشطة محلات الملابس الجاهزة وملابس الأطفال ومحلات السيارات والدراجات النارية والأثاث المنزلي والمكتبي والأواني المنزلية والساعات والنظارات والأجهزة الإلكترونية والمعدات الطبية والحلويات ومواد الإعمار والبناء ومحلات السجاد بكافة أنواعه، الأمر الذي حرم الآلاف من المغتربين اليمنيين الذين يعملون في هذه الأنشطة. وتسبب القرار السعودي بحرمان الآلاف من المغتربين اليمنيين الذين يعملون في تلك الأنشطة التي اقتصر العمل فيها على السعوديين. اليمن ليس التائب كمن لا ذنب له. تحت هذا العنوان كتبت بشرى المقطري مقالها المنشور في العربي الجديد، مضيفة في فقرات منه: صعدت الإدارة الأمريكية من خطابها ضد الرياض بعد مجزرة أطفال حافلة صعدة، تزامنا مع زيارة مسؤول عسكري أمريكي الرياض الذي كما يبدو أجبر السعودية على التحقيق في مقتل أطفال حافلة صعدة. ونوعا من رفع العتب لا أكثر، رحبت واشنطن لاحقا بالاعتراف السعودي بجريمة صعدة، إلا أن صدور نتائج التقرير الأممي الذي أعده الخبراء حيال انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن أعاد ملف انتهاكات التحالف إلى الواجهة السياسية، حيث شكل ذلك إحراجا مضاعفا لإدارة ترامب. فقد أكد التقرير أن انتهاكات التحالف والقوى المنضوية تحتها وكذلك جماعة الحوثي ترقى إلى جرائم حرب، وهو ما جعل وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس يصرح بأن دعم أمريكا التحالف العربي لن يكون إلى ما لا نهاية، في حين يشكل احتمال عزل ترامب تهديدا لدول التحالف، ولن يؤدي فقط إلى إعادة النظر في جدوى استمرار الحرب في اليمن، بما في ذلك تفكيك الإجماع الدولي، وإنما فتح ملف انتهاكات التحالف في اليمن والدول التي تواطأت مع الحرب على حساب الضحايا الأبرياء. ربما من المبكر التفكير برئيس أمريكي آخر ينظر إلى الضحايا اليمنيين بعيدا عن التحديق بالأرصدة السعودية والإماراتية المتراكمة، وإنما كونهم بشرا يستحق قاتلهم العقوبة ويستحقون العدالة. وربما لا يهتم اليمنيون في الوقت الراهن بترتيب خريطة من يقتلهم ومن يشارك بقتلهم، سواء من أبناء جلدتهم أو من جاء دفاعا عن سلطتهم ضد المتمردين
أو من القوى الدولية الكبرى التي تتسابق في تأبيل الفاجعة اليمنية، لكن البديهي أن المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية المترتبة على مقتل آلاف اليمنيين بغارات التحالف ستظل وترا حساسا بين أمريكا وحلفائها. حذرت منظمة أنقذ الأطفال أو Save the Children من أن جيلا كاملا من الأطفال يواجه خطر القتل، وأن مليون طفل إضافي باتوا عرضة لخطر المجاعة في اليمن. وعنون موقع البي بي سي: منظمة أنقذ الأطفال، جيل كامل من أطفال اليمن يواجه خطر القتل. وأضع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانخفاض قيمة العملة اليمنية جراء النزاع الدائر في اليمن الكثير من العوائل اليمنية تحت خطر عدم القدرة على تأمين احتياجاتها الغذائية، بيد أن هذا الخطر تضاعف مع اندلاع القتال حول ميناء مدينة الحديدة الرئيسي الذي يعد نقطة دخول معظم المساعدات إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن. وتقول المنظمة الخيرية إن ما مجموعه 5,200,000 طفل في اليمن يواجهون خطر المجاعة. تعرض اليمن إلى دمار كبير جراء تصاعد الصراع فيه مطلع عام 2015، عندما سيطر الحوثيون على معظم الأجزاء الغربية في البلاد من بينها العاصمة صنعاء، وأجبر الرئيس عبد الرب منصور هادي على الهرب إلى الخارج. صحيفة ليكس بريس الفرنسية تعنون بالشأن اليمني: استئناف الهجوم على الحديدة يهدد المساعدات الإنسانية. وتقول في التفاصيل إن استئناف الهجوم من قبل القوات اليمنية على ميناء الحديدة الاستراتيجي لإزاحة المتمردين الحوثيين يثير المخاوف من مأساة إنسانية جديدة. وقالت الصحيفة في تقرير ترجم خصيصا لقناة بلقيس: تم تسريب معلومات قليلة حول مدى المعارك البرية والغارات الجوية في هذه المنطقة المتاخمة للبحر الأحمر. القوات الموالية للحكومة والمصادر الطبية أعلنت عن مقتل 40 من المتمردين الحوثيين في الساعات 24 الأخيرة، فيما أعلن مسؤولون في التحالف أن عملية عسكرية لتحرير الحديدة ومينائها بدأت على محاور عدة. وتعتبر الحديدة هي نقطة الدخول الرئيسية للواردات والمساعدات الإنسانية الدولية إلى اليمن، حيث يحتاج 3 من كل 4 أشخاص إلى مساعدات بما في ذلك الغذاء وفقا للأمم المتحدة، كما تتعرض البلاد أيضا لموجة ثالثة من الكوليرا. هل تستطيع عقوبات ترامب أن تكسر إيران؟ يتساءل مدير معهد لندن للشرق الأوسط حسن حكيمان في مقاله المعاد نشره وترجمته في صحيفة الغد، مضيفا: الوضع الداخلي في إيران يلعب دورا رئيسيا، وهذا ما يكسب أمريكا الثقة في نجاح العقوبات. فقد اندلعت احتجاجات واسعة في إيران ضد تردي الأوضاع الاقتصادية واستمرت لشهور عديدة، وأضعف هذا الهيجان المصلحين الإيرانيين وأحبط آمالهم في الاحتكار، كما أنه شجع المتشددين، حيث يمكنهم الآن ادعاء أن انسحابهم من خطة العمل المشتركة الشاملة كان مبرراً من البداية. وكانت هناك بالفعل آثار اقتصادية خاصة مع هبوط العملة الإيرانية بشكل مفاجئ وسريع بعد شكوك حول شروع الولايات المتحدة الأمريكية بالانسحاب من الاتفاق ليحوم بذلك شبح التضخم في إيران. في نهاية المطاف، من وجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية، حتى تكون العقوبات ناجحة فإنها يجب أن تؤدي إلى تغيير النظام أو التصرفات، ولم يكن للعقوبات تاريخياً سجل مقنع كما حدث مثلاً مع كوبا وميانمار وزيمبابوي بشأن تأثيرها على تغيير النظام. أما إذا كانت لتمهد الطريق لتغيير التصرفات عن طريق تسوية بعد المفاوضات، فهو أمر يتطلب إعادة النظر. لكن هناك أمر واضح، أن مبدأ ترامب المطبق على إيران والذي يتجلى في دفع أعدائه إلى الحافة على أمل أن يكونوا أول من يستسلم، قد دخل الآن ميداناً مجهولاً. الدمار يلهو خلف أبواب المدن، وأثار اليمن تتعرض لدمار واسع، كما كشفت منظمات دولية منها منظمة سام للحقوق والحريات، من أبرزها كما ورد بالعربي الجديد: تعرض قصر السلاح شرق صنعاء للدمار بقصف من التحالف بتاريخ 12 من يونيو 2015، وإلى جواره مبان أثرية في مدينة صنعاء القديمة. وأوضح تقرير المنظمة أيضا أن قرية فج عطان
كلها تعرضت للدمار بشكل كلي أو جزئي في ديسمبر 2017 بسبب القصف المتواصل الذي تعرضت له صنعاء. بالانتقال إلى مدينة التعز، كشف التقرير عن تعرض قلعة القاهرة التاريخية للتدمير الجزئي بسبب القصف الجوي للتحالف بمنتصف يونيو 2015 بعد أن اتخذها الحوثيون موقعا عسكريا لقصف المدينة المكتظة بالسكان. وبحسب التقرير فإن مؤسسة الصعيد الثقافية في التعز التي كانت تضم مئات الآلاف من الكتب القيمة منها عناوين نادرة احترقت تماما في 12 من يناير 2016 بسبب قصف من ميليشيا الحوثي. وفي عدن رصدت سام في تقريرها تعرض المتحف الوطني بكريتر أحد أهم معالم المدينة ورموزها الثقافية التاريخية تعرضه للقصف في 12 من سبتمبر 2015 من قبل جماعة الحوثي. مشاهد تدمير الآثار اليمنية ومدنها التاريخية المتكررة دفعت اليونسكو إلى مطالبة أطراف النزاع بتجنيب مواقع ومعالم الآثار أي شكل من أشكال الاستخدام والاستهداف العسكري. كشفت مجلة أمريكية تهتم بتربية النحل أن تربية النحل في اليمن أصبحت مهنة محفوفة بالمخاطر بسبب الحرب التي تشهدها البلاد منذ 3 أعوام. وقالت مجلة بي كلتشر في تقرير ترجمه للعربية الموقع بوست إن مربي النحل اليمنيين يتعرضون لخطر الضربات الجوية والألغام الأرضية عند اجتيازهم لأودية البلاد، حيث يقوم هؤلاء بنقل خلايا النحل على شاحنات صغيرة لإنتاج بعض من أجود أنواع العسل في اليمن أو في العالم. وبحسب المجلة فقد عانت الدولة الفقيرة العربية اليمن والمعروفة بعسل السدر المصنوع من شجرة العناب وتحملت 3 سنوات من الحرب دفعتها إلى حافة المجاعة ودمرت الاقتصاد. يقول فارس الحوري الذي يمتلك أحد مخازن العسل الرئيسية في العاصمة صنعاء، قبل الحرب أنتجنا كميات كبيرة من العسل، أما الآن فإن مزارعي العسل الذين ينقلون مزارعهم الخاصة في الليل يصابون أحيانا عن طريق الخطأ. وتشير المجلة إلى أن بعض الغارات الجوية أصابت أهدافا مدنية رغم أن التحالف ينفي القيام بذلك عن قصد، كما يقوم مقاتلو الحوثي بوضع ألغام أرضية في الأراضي الخاضعة لسيطرتهم. وأضافت أن صادرات اليمن من العسل قبل الحرب كانت 50,000 طن سنويا، لكن الصادرات انخفضت منذ ذلك الحين بأكثر من 50% وفقا لاتحاد مربي النحل الذي يقول إن هناك حوالي 100,000 عامل يعملون في مزارع العسل في اليمن. حرب والضعفاء منا، تحت هذا العنوان كتب أحمد ناصر حميدان مقاله المنشور في يمن مونيتور مضيفا في أجزاء منه. هناك مشروع طائفي قابله في الطرف الآخر مشروع مناطقي، وأثناء الحرب تطفو هذه المشاريع على السطح. حرب استدعت تحالفا عربيا فوجد غايته في النفوس الضعيفة المحبطة لإرادة الناس والتي عادة ما تركب المشاريع الصغيرة وتدعمها لترجح الكفة المعارضة لمشروع الدولة الضامنة للمواطنة ومخرجات الحوار التي كادت أن تجعل إرادة الناس هي السائدة في استفتاء وانتخابات نزيهة وشريفة وبنفس الأسلوب. من يوفر لهم العلف هو سيدهم ومولاهم وولي أمرهم، مع كثرة الرؤوس والرعاة كثرت الحظائر ولكل واحدة منها أجنداتها ورعيها، وضاع الوطن والقضية في دهاليز هذه الأجندات. لسان حال الناس اليوم يقول: يا آلة الحرب توقفي، يا آلة المال تمهلي، يا آلة الاستبداد والموت اكتفي بما حصدت وجنيت من رؤوس، ألم ترتوي دماء وتشبع انتهاكات وموتا وخرابا فهل تطلب المزيد؟ كل ذلك محسوب في ميزان سيئاتكم في الدنيا والآخرة، كم ستحملونها؟ اليوم التقارير الأممية تدينكم والمنظمات الحقوقية ترصد أعمالكم، ولهاي تنتظركم بفارغ الصبر، لا تفرق بين شيخ وسيد وزعيم وقائد، الكل أمامها مجرم ولا تسقط الجرائم بالتقادم. وما زال البعض يطل علينا سياسي برداء ديني ليكذب ويغذي الشقاق ويستدعي صراعات الماضي ليخدم أسياده في محاربة الإرهاب، إرهاب الآخر وإرهاب الناس وإرهاب كل من يقول لا للانتهاكات والاستبداد والشمولية والتعصب الطائفي والمناطقي. أنتم في وطن الحكمة والإيمان، وطن الحضارة والتاريخ، لا تساوون أمامه شيئاً، سينتصر على طاعتكم لأسيادكم.
انتشر مؤخرا في الكويت كما جاء في صحيفة العرب الجديد مجسمات ثلاثية الأبعاد على هيئة البشر، أحدثت سجالا حادا في البلاد تدخل فيه دعاة وعلماء شريعة وسياسيون ونشطاء. القضية انتشرت بشكل مكثف عبر مواقع التواصل الاجتماعي إثر تداول ناشطين أنباء تفيد بقيام محل في الكويت بصناعة مجسمات وتماثيل على هيئة بشر. هذا المحل وفق الناشطين يستخدم تقنية عالية تخرج مجسمات ثلاثية الأبعاد لأي شخص للاحتفاظ بها كذكرى، لكن منتقدين اعتبروا تلك التماثيل والمجسمات أصناما ودعوا إلى حظرها، فيما رأى آخرون أن موقف المعارضين لتلك التقنية هو محاولة جديدة لقمع الحريات والإبداع. يعقد رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن في بيونغ يانغ مع نظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون قمة تستمر 3 أيام، تأتي وسط آمال بالوصول إلى تقارب في الرؤى بشأن المحادثات النووية المتعثرة، وتعتبر هذه القمة الثالثة بين الزعيمين بعد قمتين في أبريل ومايو في المنطقة الفاصلة بين الكوريتين. صحيفة الجارديان نشرت صور لهذه القمة التاريخية، نتابع. وتتحدث الألوان، وعلى هذا الأساس يبدع رسام الكاريكاتير في لوحاتهم ويختزلون عبر الريشة أحداث في معظمها لم تكن تصل لولا رسوماتهم. مجموعة من رسوم الكاريكاتير نتابعها اليوم. بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نصل إلى ختام حلقة اليوم، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.